في ماي رايتس بنحكي اليوم عن الحصانات، معنا الباحثة القانونية المحامية جديد تيني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أكثر من مقال بهالموضوع، رح نجرب منك يعني نستوعب شوي شو عم بيصير معنا بموضوع الحصانات. أول شيء، ليش في حصانات بالقانون وشو معناتها حصانة لشخص معين؟ الحصانات موجودة بالدستور اللبناني وبالقوانين اللبنانية، وهي الغاية الأساسية منها أنه المعنى بالحصانة يقدر يقوم بمهامه وبوظيفته على أكمل وجه، وبالتالي لحتى يمارس هالمهام بحرية وبدون ما يكون خايف من تبعات هالشي. فإذا هي بتكون لتسيير المرافق العامة، وهالحصانات هولي موجودين بلبنان وبالعديد من الدول وحتى الدول الراقية منها. إنما بالدول الراقية تستعمل هيدي الحصانات وتمارس وفقاً للغاية المعطاة من أجلها. أما بلبنان فللأسف يعني عندها حدود. طبعاً مش طبعاً. لكل شيء خلص حصانة وصار بيحق لك تعمل يلي بدك إياه وما حدا بيقدر يحاسبك. لا، أكيد لا، هي حصانة مكوننة وعندها حدود وتمارس وفقاً لهالحدود. طبعاً هي منها مطلقة. أما عنا بالقانون هي مطلقة؟ بالقانون لا، هي منها مطلقة طبعاً لا، ومحددة لجرائم معينة ولأشخاص معينين. ويجب التقيد بها. يعني اليوم نحن عم نطالب برفع الحصانات لأنه أصلاً مش عم يعني يعمل فيها مثل ما لازم يعمل فيها. نحن عم نطالب برفع الحصانات لحتى العدالة تاخد مجراها والتحقيق ياخذ مجراه ويتحاسبوا المسؤولين عن المخالفات والجرائم وكل شيء. نعم. مين يلي هن مشمولين بالحصانات بالقانون اللبناني؟ بالقانون اللبناني المشمول بالحصانات هن طبعا بالاول رئيس الجمهوريه، هن الوزراء الحاليين، رئيس مجلس الوزراء، هن النواب الحاليين، هن المحامين و الموظفين. هؤلاء اللي بترعاهم الحصانات والأذونات والامتيازات. الكل عندهم نفس نوعية الحصانة؟ كل عندهم حصانة نفس الشيء؟ طبعاً لا، يعني عم نحكي عن صحيح تراتبية مختلفة. عندك إذا بدنا نبلش أول شيء نحكي برئيس الجمهورية، عندك المادة 60 من الدستور كرست له الحصانة المطلقة بين هلالين، لأنه هو لا يحاسب بالنسبة للجرائم العادية والخيانة العظمى وخرق الدستور إلا وفقاً لآلية معينة، بحيث أنه الاتهام بيكون من مجلس النواب بغالبية الثلثين من مجموع أعضائه، والمحاكمة بتكون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. بينما رئيس مجلس وزراء والوزراء الأمر بيختلف بالنسبة لهم، لأنه هن ما عندهم هالامتياز هيدا، وليس حصانة، عندهم امتياز بالنسبة للجرائم المتعلقة أو بالأحرى الأفعال المتعلقة بوظيفتهم وبالخيانة العظمى وحصراً بالوظيفة، الإخلال بالواجبات المترتبة عليهم، هي منروح لمحاسبتهم عند مجلس النواب كسلطة اتهام والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كسلطة محاكمة. أما النايب فهون عنده حصانة، هون إذا بدك المعنى الحقيقي للحصانة اللي بتنص عليها المادة 39 من الدستور والمادة 40. عندك المادة 39 اللي بتعطيه حصانة على كل الآراء والأفكار اللي بيبديها طيلة مدة نيابته، والمادة 40 اللي بتقلك أنه لا يجوز أخذ أي إجراء جزائي بحق النائب طيلة دور انعقاد مجلس النواب إلا بإذن من مجلس النواب، طبعاً ما عدا الجريمة المشهودة. وعندي كمان بالنسبة للموظفين، عندهم القانون للموظفين يلي بنص على النوع من الإذن يجب أن يؤخذ لحتى تباشر الملاحقة الجزائية. وعندي هون مين بيعطي الإذن؟ هون الرئيس التسلسلي بالنسبة للموظف. عندي المادة 61 من قانون للموظفين يلي بتقول أنه يجب على النيابة العامة أنه تتقدم بطلب الإذن لملاحقة الموظف من قبل رئيسه التسلسلي، وإذا مر 15 يوم، هيدا تعديل جديد صار بال 2020، إذا مر 15 يوم وما انعطى هالإذن لا رفضا ولا قبولا، فإذا يعتبر معطى حكما، وهيدا تطور كثير مهم نحو المساءلة.
وكمان عندك المحامين يلي بتنص على المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على طلب الحصول على إذن من مجلس النقابة من أجل إجراء الملاحقة الجزائية بحقهم. طيب بيقدر الشخص هو يتنازل عن حصانته؟ التنازل تلقائياً عن الحصانة هو لا يجوز لسبب بسيط، إنه الحصانة بتتعلق بالانتظام العام. إنما هو عليه إنه يؤيد هيدا التنازل ويسهل هيدا الإجراء. وهون منرجع للغاية الأساسية للحصانة، إنه الحصانة هي لتسيير المرفأ العام وتسيير العدالة وليس تأييدها. فإجراء الحصول على رفع الحصانة هو لازم وواجب، واجب التقدم به. نعم. بدنا نرجع شوي كمان على موضوع امتياز أو حصانة. نعم. وزير أو نايب. نعم. فإذا النايب عنده حصانة بينما الوزير عنده امتياز. صحيح. بس إذا بترجع تفسرينا الفرق. نعم. الامتياز اللي بيعود للوزير هو لا يشمل الجرائم العادية اللي بيرتكبها، يعني الجرائم العادية اللي بيرتكبها الوزير واللي بيجرمها قانون العقوبات اللبناني، هون الصلاحية القضائية هي للقضاء العدلي، وبالتالي لا للمجلس الأعلى ولا لحدا تاني، وهي تباشر تلقائيا. نعم. أما الحصانة اللي بتعود للنائب، لا، المادة 40 من الدستور واضحة بتقول إنه يجب رفع هذه الحصانة قبل المباشرة بملاحقته، وهون منفوت بموضوع الوزير النائب وهالقضية هيدي بهالحالة يلي كتير شائعة عنا. نعم. إذا الوزير نائب أو النائب وزير، شو اللي هو يطبق عليه؟ هو بالنسبة للوزير النائب، هون منرجع للمادة 66 من الدستور يلي بتقول إنه الوزير من لحظة اللي بيتعين فيها بيصير في عنده صفة سياسية إلى جانب صفته الإدارية، يعني صفة سياسية كونه عضو بالحكومة وبالتالي هو مسؤول سياسياً أمام البرلمان، والصفة الإدارية كونه هو الرئيس الأعلى لوزارته للهرم الإداري. طبعاً هو ما بينتمي إلى الملك الإداري العام، ولكن هو رئيس التسلسل الأعلى، ولما بيكون بنفس الوقت نائب ما فيه يتزرع بحصانته النيابية لحتى يغطي أفعاله اللي قام فيها هو وزير. فهون لا تغلب الصفة التمثيلية يلي بتستتبع الحصانة النيابية على الصفة السياسية وعلى الأفعال العادية يلي بيرتكبها الوزير واللي يجب أنه يتم المحاسبة عليها أمام القضاء العادي. طيب نحن اليوم نحكي عن لجنة تحقيق. نعم. برلمانية، شو صحيح. يعني؟ لجنة التحقيق البرلمانية موجودة، وهيدا أسلوب وإجراء متعارف عليه بكل الأنظمة البرلمانية حول العالم، وهي أساساً غايتها إعمال قواعد المسؤولية الوزارية أمام البرلمان. يعني الوزير اليوم مسؤول أمام أعماله، على أعماله أمام البرلمان، وهالشيء ممكن يؤدي إلى إقالته، والحكومة مجتمعة مسؤولة عن أعمالها أمام مجلس النواب، وكمان هالشيء ممكن يؤدي إلى حجب الثقة عنا. إذن اللجنة البرلمانية هي لأعمال قواعد المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان. وبالحالات القصوى جدا، وهيدا ما صارت، إنه هي تحيل متهم على المجلس الأعلى. نعم. طيب التحقيق القضائي هون بيضل هو اللي عم يحكم، ولا اللجنة البرلمانية شو بيكون دورها بهال؟ عمل لجنة التحقيق البرلمانية مستقل تماما عن عمل المحقق العدلي أو التحقيق العدلي، لأنه لجنة التحقيق البرلمانية مثل ما قلنا هي لنحاسب الوزير الحالي والحكومة العادية الحالية عن، وليس المستقيلة، عن أعمالها السياسية أمام البرلمان. بينما التحقيق العدلي خصوصي اليوم انه هو مستمد صلاحيته من قرار الحكومه اللبنانيه باحاله الجريمه على المجلس العدلي، وبالتالي في عندك عمل حكومي او اكت دو غوفرنمان اليوم سير المفعول وما فيها تتراجع عنه، و
طبعا التحقيق البرلماني لا يحل محل التحقيق العدلي، هيدا شيء وهيدا شيء. التحقيق البرلماني ممكن يشمل الاعمال الثانيه، اما التحقيق العدلي دائما بيشمل الاعمال العاديه. نعم. فنرجع على موضوع الحصانه، واليوم نعرف ان نقابه المحامين رفعت الحصانه مبدئيا عن المحامين. صحيح. او اوصت برفع الحصانه عن المحامين. مستعده يعني. نعم، اليوم نقابة المحامين سهلت الإجراء إلى أقصى الحدود وعملت عمل بالفعل جبار. نقابة المحامين اعتبرت أنه المحامي الوزير بوقت اللي هو استلم وزارته لا. عملا بالمادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاماة هو يعلق أيده، يعني هيدي المادة بتحكي لك عن التمانع بين مهنة المحاماة والمهن الأخرى والوظائف الأخرى ومنها وظيفة الوزارة، وهو بمجرد ما هالمحامي صار وزير هو تعلق أيده، ولكن أنه يبلغ الأمر إلى سعادة نقيب المحامين. فإذا بخلال فترة تولي وزارته هالوزير هيدا ما كان محامي ولا كان بيتمتع بصفة المحامي ولا بالضمانات اللي بتعطيها والحصانات اللي بتعطيها مهنة المحامي. يعني يطبق عليه ما يطبق على الوزير. يطبق عليه ما يطبق على الوزير. مش كثير منتفعين من هالموضوع. لا كثير منتفعين، بالعكس يعني ببقى فيه يقول أنا عندي حصانة المحامي. بس عنده امتياز. طبعا عنده امتياز. صحيح. نعم. بس هو هلا صار هيدا الامتياز، بس هو بطل وزير هلا. نعم. هيدا نعم. الامتياز يلي بطل وزير طبعا. اضراب المحامين اليوم بعرقل. نعم. اي تحقيق بهالجرائم اللي عم نحكي فيها؟ طبعا اضراب المحامين ما بعرقل اي اجراء من اجراءات التحقيق لسبب بسيط، انه ممكن اخذ الاذن من سعادة نقيب المحامين لحضور الجلسات ولإتمام الإجراءات، وبالتالي ما لهم علاقة ببعضهم، إنما بدك تشوفي بالميلة الثانية مين يلي عنده مصلحة ما يتقدم بأخذ الإذن أو يعني عم يمتنع أو عم يتأخر أو عم يستفيد بصورة ملتوية من هالشي هيدا. أما ملاحقة الموظفين ومنهم اليوم اللي وقع بس إبراهيم، هو ملاحقة الموظفين بنرجع لقانون الوظيفة العامة اللي بتحكي المادة 61 منه، انه الموظف لتقدري تلاحقيه بده يتاخد اذن من رئيسه التسلسلي، وكنا عم نحكي عن المادة 61 اللي تعدلت بال 2020 واللي صار الاذن اذا ما انعطى خلال 15 يوم لا بالقبول ولا بالرفض يعتبر اذن منعطى حكما. هلا اذا قبل ال 15 يوم صدر قرار فاذا خلص بيصدر القرار ويعمل به هيدا القرار. ملاحقة اللواء توني صليبا كمان، ملاحقة اللواء توني صليبا هو عنده صفة أمنية وهو بيتبع أو مدير عام أمن الدولة، وهي إداريا حسب المادة 7 من قانون الدفاع الوطني بتتبع للمجلس الأعلى للدفاع. هلأ اللي بيرأس المجلس الأعلى للدفاع رئيس الجمهورية ونائبه هو رئيس الحكومة. هلا لاول وهله بتقولي انه الاذن يجب ان يعطى من رئيس الجمهوريه او من رئيس الحكومه او من اثنين سوا، انما هيئه التشريع والاستشارات عطت استشاره قانونيه قالت فيها انه الاذن يجب ان يعطى من المجلس ككل، لانه اعتبرته هيدا اورجان كوليجيال، يعني من بده يجتمع ويصوت. واخيرا وسريعا، قانون بيرفع هيدي الحصانات كلها هو الحل؟ طبعا لا، لانه اذا بدك قانون ممكن هيدا قانون بده يعدل الدستور وبده ياخذ وقت طويل. نعم. واجراءات معقده، فليش بدنا نحن نروح على هيدا الطريق اذا في عنا نحن القدره انه يجتمع مجلس نواب وياخذ القرار مثل ما صار متعارف عليه بخمس. نعم. دقائق ويرفع الحصانه. نعم. شكرا لك جديد اتيني، باحثه قانونيه ومحاميه، وللمعلومات وقفي هلا ونرجع نتابع لايف.